سلام لكل أهالينا اللي قعدوا قبال الكاميرا وحبوا يحكوا من قلبهم وروحهم وعقلهم وذكرياتهم. سلام لكل أولادهم اللي ساعدوهم يوصلوا صوتهم وينشروا قصصهم على هاي الصفحة. سلام لكل المتابعين اللي نشروا هاي المبادرة بشكل أو بثاني، مبادرة حكاية أهالينا. وسلام لكل المغتربين اللي دعموا بمصرياتهم ونجحوا هذا المشروع. المراكز مش يعني ربح وخسارة، المراكز هي تراتبية لقصص استكملت عناصر معينة أكثر من غيرها، بس بمبادرتنا الكل فاز. فزتوا لأنكم كسرتوا كل القواعد وكنتوا أبطال السوشيال ميديا يمكن لأول مرة. فزتوا لأنكم عطتونا حكايات ما كنا بنسمعها من غيركم. فزتوا لأنكم أصحاب قضية ومبدأ، ولأنكم أنتوا عطتونا عبرة إنسانية بكل قصة انحكت بغض النظر عن المعايير اللي نحن طلبناها. فزتوا لأنكم أهالينا ونحن منحبكن وبدنا نعطيكن القيمة اللي أنتوا بتستحقوها. فالمراكز اليوم الثلاثة اللي أخذت جائزة أكثر من باقي القصص هي لأنه تقيمت بشكل أكاديمي من لجنتنا الكريمة. أما باقي أهالينا أخذوا تعويض رمزي عن كل الجهد والطاقة اللي حطوها لهذا المشروع. تفاصيل استلام الجوائز رح شاركها معكن على الخاص، فبتمنى من كل حدا تواصل معي لقدم قصة يحكيني. وبالنسبة للي خططناه بالبداية قيمة الجوائز تغير، لأنه ارتقينا إنه شوية المعايير كانت مختلفة للقصص اللي عم تتقدم، ونحن ما حبينا نظلم بقية الناس اللي رح تشارك معنا، فعطينا جائزة للكل، بمعنى إنه حبينا هذا المشروع وحبينا إنه يكون منكن ولألكن. فاعذرونا مراكزنا الأولى إنه قلت قيمة الجائزة، بس بالمقابل ما كانت الغاية مادية أبداً. أنتوا نشرتوا قضية وهدف إنساني، أنتوا وصلتوا عبرة لأجيال كثير تسمعوا وترجع فيها لألكن. أنتوا قدمتوا شيء ما كان موجود على كثير صفحات من السوشيال ميديا، فأنتوا أثريتوا هاي الصفحة وأنتوا أثريتوا تجربتنا بكل المقاييس. وعلى أمل أنه نستمر بمواسم جاي وتكون معايير القصص المقدمة بسوية كثير ممتازة وبسوية مهنية. رح تسمعوا بهذا الفيديو كلمة من اللجنة اللي حطت جهد وطاقة ووقت وحطت فكر بهذا المشروع، نحنا ما قدرنا نعوضهم عليه بأي شكل من الأشكال، ويمكن كلمة شكرا قليلة كثير. اللجنة تبرعت بوقتها وكانت كرم منهم أنه تواجدوا معنا بهذا المشروع بدون أي مقابل عدا الغاية والهدف الإنساني. فهذا الموضوع نحن بدنا نقول لهم شكرا باسمنا وباسم كل المشتركين اللي تقيمت قصصهم واللي انسمعت قصصهم بكل محبة وبكل لهفة. هاي التجربة هي الأولى بس مش الأخيرة. نحن مشينا بهاي الخطوات وتعلمنا من تفاصيلها الحلوة والصعبة، وعلى أمل استمرار بالمرات الجاي. دعمونا لحتى نستمر. كونوا بخير وسلام. سلام، مرحبا جميعا، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا رب. اليوم انتهت مسابقة حكاية أهالينا اللي قامت فيها الفنانة الجميلة آية مهنا على صفحتها الشخصية، والحقيقة الرابح الأكبر هو نحن إنه سمعنا هذا الكم الجميل من السرد البسيط واللي ذكرنا بماضينا وبتراثنا، والحكاية الجميلة اللي سردتوها اللي إلى معنى واللي إلى أفكار واللي تربينا عليها ونحن أطفال. بدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية، يديم عليكم الصحة، يطول عمركم. تشكر كل لجنة التحكيم على تعبها، ألف شكر، شكرا على هاي التجربة الجميلة، وبارك للفائزين اللي أكيد هني ثلاث مراكز، بس حقيقة أنا بعرف إنه الفائزين هني كلنا، كل اللي موجودين أكيد فائزين. شكرا لكم وضلوا بخير وصحة يا رب. تحياتي للجميع، يسعد أوقاتكم يا رب وين ما كنتوا. اليوم انتهت المسابقة وأعلنت النتائج، وصار فينا نحكي ونوجه لكم كلمة شكر أول شيء على مشاركتكم
إمتاعنا بهذا الكم من القصص الجميلة يلي الحقيقة ما بتسنى للواحد يطلع عليها يعني بأماكن أخرى، واللي كانت كلها قيمة وفيها شيء مفيد، وتطرقت لأحداث وتفاصيل ما بتم ذكرها بالكتب والأبحاث والدراسات. فهي من نوع ثاني، إضافة لكونها يعني تنتمي للسرد، فهي إضافة لشيء كانت فيها مادة وثائقية مش مذكورة بالكتب التاريخ. هي وثائقية من جهة يعني إلى طابع فردي، مشاهدات شخصية، فمع تراكمها ممكن تشكل مادة متكاملة. ولكن الأهم بالنسبة لنا أنه هو من الناحية الأدبية كانت كلها سرديات جميلة وفيها متعة وتحتوي على قصص حلوة. طبعا عدد القصص كبير ولا بد كمان اختيار جزء من هذه القصص للمراكز الأولى. طبعا التفاوتات بينها يعني مش كثير القصص، لكن يبقى انه بعض القصص بتوفر فيها شروط اكثر. اما القصص اللي ما ربحت، هذا لا يعني انه هي مش قصص حلوة او يعني ما لها قيمة، لا بالعكس، كل ما تقدم كان له قيمة وله أهمية. بحب حييكم وبارك للي فازوا، واتمنى حظ سعيد للأشخاص أو للمشاركين اللي ما حالفوا الحظ بهي المرة، وبتمنى له النجاح مرة ثانية. وبوجه تحية كمان لفريق العمل، فنانتنا الشابة آية مهنا اللي كانت وراء يعني هذا المشروع، كان مبادرة شخصية منها، وأعضاء لجنة التحكيم والمنسقين جميعا. وبتمنى تنعاد التجربة بالنجاح سلام وتحية لكل اللي عم يسمعوني واللي عم يشوفوني. أنا نجاة عبد الصمد، لقائي معكم اليوم بعد انتهاء مسابقة حكاية أهالينا. لأشكر كل حدا فيكم تذكر حكاية، استعاد تفاصيلها بذهنه، واستعد بكل الجدية والمسؤولية وجلس أمام الشاشة ليحكي لنا إياها، ونحن سمعناها بكل محبة وكل شغف، والمحبة كانت بالأصل عبتيجي منكم. ويمكن لأنه كل إنسان عنده حكاية، فممكن نشوف أنه اجت هاي المسابقة كجزء من استنهاض تاريخ وإرث شعبي، وخليها تكون مناسبة لحتى ممكن تجمعوا الأولاد والأحفاد وتقعدوا تحكولن هاي الحكاية وأشباهها من أحداث ما رح يقرأوها بكتب التاريخ. هيك بتكونوا عم تمنحوا الجيل الجديد زاد، هنك هالجيل كثير محتاج إله، وعم تحفظوا الحكاية إنها تبقى حية وما تموت، وإنه منكون عم نحافظ على تاريخنا الشعبي. ولو كان الأمر بالعاطفي، كان معظم القصص اللي سمعناها تستحق مراكز عالية، لكن للأسف ما في غير مراكز ثلاثة أولى. ألف مبروك لكل يلي فازوا فيها. بالتأكيد تحية لفريق العمل، كانت تجربتنا معا غنية، وجلسنا سوا وتناقشنا واستمتعنا إن سمعنا الحكايات وتعلمنا من بعضنا دروس. وشكراً كثير لآية اللي أطلقت فكرة المشروع، هاي الفكرة المحفزة والخلاقة، ونتمنى كثير أنه تكبر وتتوسع وتصير جزء من مشروع يستمر ويكبر، ونظل نلتقي بأهلنا وكبارنا ونسمع منكم حكاية جديدة. وخليكم بخير. مرحبا، نحن فريق بيت الحكاية. رح نخبركم انه كثير استمتعنا بتجربة مسابقة حكاية اهالينا، وانبسطنا بالاستماع لهالحكاية الحلوة. سمعنا الحكاية رجعتنا للزمن الذهبي جمال حلو، كانت تلامس روحنا من جوا، كثير كانت تجربة غنية وكثير كانت تجربة حلوة. ان شاء الله الله يطول بعمر اهالينا الكبار ويضلوا يحكوا لنا حكاية، وكل مسابقة وانتم بخير. كونوا بخير دائما. شكرا.